السلام عليكم. فيديو ديال اليوم غادي نوريكم فين وصلنا في البني، ونعطي افكار ايضا للناس اللي باغين يديروا عندهم دار كبيره او فيلا باغين يديروا فيها بيسين. يعني شيء لازم مش تعلم برا انسانların girdiği yer malum. Burası motorların, pompaların olduğu yer. Makine dairesi. هنايا البنات كاين البومبا وكاين الموتور. Evet. Buradan yer altından suyu alıyor. Evet. Filtrelerden geçiriyor. هنا كيفلتريو الماء وكي يعني داك الماء اللي كيكون في البيسين كيجي لهنا كيتصفى كيعاود يتنقى. انا نوريكم بلاصه. كيصيفطوا لهاد البلاصه هادي، هنا راه كاين الماء البنات. بوردان دا بومبا دا بوريا بصيون. وكيخرج من هاد شو داير كلير دندما؟ كيخرج من هادو البنات. من هادو يعني بحال هكا الماء كيتحرك يعني كيتصفى وكيعاود يرجع. اسمين كلور دا إيلاج كاتليور. ناس اللي كاتليور سميت. كلور إيلاج. كلور وهذا. سونو سو بوردان. buraya taşınca burada kanal var. Buradan tekrar buraya geliyor. من هنا منين كيدوزو هنا فين كاين الطريق ديالو. من زمان كولاندنيز مثلا شوني شوني هذا. مثلا سو buradan geliyor. Buranın içerisine giriyor tekrardan. الماء اللي كيطلع بنادم فاش كيكون كيتلاح ولا الدراري الصغار الماء اللي كيطلع من هنا كيدار كيتخشف هادو والماء كيعاود يمشي كيتفلتر داك الماء باش هادي ضروري تكون راكم عارفين داك باش الماء ما يفادش هنا داك الماء اللي كيفاد راه ديريكت كيتخشى تمايا. İçerideki filtrelere gidiyor, temizleniyor. Her iki saat. Evet. Kul saatin, yani siz böyle tercih ettiniz. Tabii ki biz böyle yoksa tercih. Yoksa daha günde bir defa da olabilir. Kili arkas kadro diruha mera fissimana. Hed el pisin el bnet, sen gana hawun biyilikum min beyid. Hada fih metro o sebeyin. Şu küçük ne kadar var? Hada dil dreni sığar. 50 santimetre. Hada fih şi 50 santim. O ne mesela? Şu ne? Orada yer altından su geliyor. Ha. Zeminde çok aşağıdan aha su gel. Biz su alıyoruz oradan. Ha, değil mi? Mendeş ala. Mendeş alaka. Okey, mesela siz bu ne? Mermer mi? Mermer. Kaymaz ama ayak kaymıyor. Ha da erham. Lakin makiz lıkş harş harş albinat. هو الشكل ديالو ما كيزلقش. بونو توصية ديوسون دما هذا باش كيوصيكم البيسين هذا يكون ما كي كايماز مرمر ما كي وبوني هذا شنو هو سيراميك هذا سيراميك ولكن حتى هو داير بحال الياجور البنات سيراميك و حتى هو ما كي حرش يعني الفوق ديالو هذا البنات ماشي الومنيوم هذا الاسم ديالو كروم ما عرفتش الصراحه الاسم ديالو في المغرب شنو هو هذا ما كيصديش وهذا حتى هو كروم ولا بلاستيك جهاد هذا كروم ولا بلاستيك هذا ميرليفان حتى هو ما كيصديش هذا هذا مثلا كدار هذا 1500 هذه 1500 ليره انا نكتب لكم الثمن بالدرهم وراها الثانيه هذا الشكل ديالها كيفاش دايره هنا فيها ثلاثة هذيك اللي لهيه هذيك فيها ثلاثة وهذه اللي هنا فيها أربعة المهم هادو أفكار ديال الناس اللي باغيين يديرو بيسين صافي هنا درنا هاد الشجيرات دايرين بيه على هاد الشكل هذا هنا عاوتاني كاين هاد الشجيرات هادو دايرين بالبيسين كامل على هاد الشكل هذا هذا كيف مشوه ما راه كاينين موديلات حنا فضلنا هذا يكون هكا سامبل في الزرق وهذا وهنايا البلاصه بطبيعه الحال اللي كيغسلوا فيها من بعد ما كيدوشوا وما الشر باقي في الاصلاحات ملي يكون شي حاجه جديده راه بطبيعه الحال غادي نصورها لكم باقي داكشي مرون هذا هو الشكل ديالو بالنسبه للتكاليف باش كيتعمر الماء لانه كيتبدل الماء يوميا كيتعمر ب 100 ليره تركيه ما عرفتش هي 250 او 300 درهم مغربيه ما عرفتش بصراحه في المغرب الثمن بشحال او التكاليف بشحال المهم انا كندوي على بالنسبه لهنايا في تركيا نحاول نعاود نقرب لكم هادو
يعني الناس يقدروا ياخذوا افكار هذو صراحه زوينين بزاف، حتى في المناظر ديالهم جاو زوينين. هو عن بعد كيفاش هذه اللي قلت لكم من الكروم، هاي الشكل ديالها، فيها هنايا اربعه. انا كنا عمرناه جربناه، ولكن دابا باقي ما مازال ما عمرناش. طبيعة الحال بالليل من يكون عامر غنعاود نقدر نعاود نصور لكم فين وصلنا في الاصلاحات. بالليل كيكون هنايا كيكون شاعل الضوء بطبيعه الحال، كيبقى المنظر بحال هكا. وهنا في ديك البليصه اللي كيدوشوا فيها بوناش بورسلان سيراميك، هذا سيراميك ديال بورسلان سو جيتميوش ديال طرف هاد الجليج هذا، يعني ما كيخرجش الماء لجهه اخرى، يعني ما كيمصش الماء. كل مترو ب 30 ليره، انا نكتب لكم هنايا 30 ليره شحال دايره بالدرهم المغربي حاليا. مثلا شو هاوز ايتن امين الماكينه دايرس الماكينه شنار شنار شو تكنيك شيلر 25000 ليره 25000 ليره، يعني التكلفه ديال هاد البيسين هنايا في تركيا. شنار نعم مثلا بين صنم بشي سوراج كومبلي لامبونس. هادو البنات اللي بالبيض اللي كتشوفوا هادي وهادو هادو بولات رينغلي ميوكسا بيتانيرين رينغلي فيهم الالوان اما ينزل بياس، ولكن الاحسن في البيض. كومبلي ماليت 70000 ليره بالنسبه للتكلفه ديال السيراميك وهذا وكل شيء، يعني وبيسين صغير وهاد البلاصه كامله 70000 ليره 35 ليره. الناس هذا نهار اخر جيت بالليل، جيت بالليل كيصايبو ها هو الات الات ها هو انس به ها هو الات الحصان الحصان الحمار خلاجي حمار ها هو هنايا شويه الغرس بدا كيطلع، اما باقيين خدامين ما غاديش يبان. ومصايبنا هذه ديال ديال الالعاب بارك ديال لي جو وهنا بقات هاد البليصه هذه، هذه حتى هي باش ندوز من هنا. بقات هاد البلاصه هذه، هما جايين هنا الناس باقيين جايبين لانه الليل ما كيبانش. المهم هاد البليصه هذه غادي تجي فيها كليسه، باش نحاول نزومي لكم. هاد البليصه هذه اللي سميتو غادي تجي فيها كليسه، وغادي تبقى هنا كليسه اللي كيشويو فيها وهذا. وهنا الكازو، هنا هنا البلاصه ديال البارك، ومن وراها لا بيسين. هما الناس هنايا باقيين خدامين كيف كتشوفوا، واخا الليل. هنا غادي تشوفوا معايا الشكل ديالها من بعد كيفاش غادي تجي. وهنا الدخله ديال الدار البنات، هذه الدخله. بس هنايا غادي يجي بحال واحد الكليسه فهاد البليصه هادي، غادي بحال الدخله. هنايا كيف ما كتشوفوا باقيين خدامين واخا الليل، غير باش يوجد يعني فهاد اللي كان الجو هادي باش نستغلوا البيسين والجريده فهاد الصيف هذا. بالنسبه لهنا الدخله ديال الدار، هنا الارض مازال ما منظفاش حتى غادي تدار. هنا جاو نفس الموديلات اللي في وسط الدار، جا على طول. بالنسبه للاضاءه هنا جنب لاسانسور جات، شو كيفاش كتشعل بوحديتها يعني بسانسور هكا بوحدها. جا هنا لاسانسور الاول، وهنا لاسانسور الثاني الكبير اللي كتدخل فيه حتى لديك الناموسيه ديال الاسعاف الله يستر اولا شي حاجه. هذا كبير كيهز 10 كيشيلك 750 غرام، حتى هذا نفس الشيء. هذا غير يعني موين، غتشوفوا اللمبات كيشعلوا يعني بوحديتهم. اون فوا كيجي كاين الحس ديال السانسور كيف كتشوفوا. وهنا اللي بغيت نوريكم الاضاءه في السقف كيفاش جات، كلها كل يعني بالقياس بالعبار بحال المربعات. جاوا البولات ليد هنا، جاوا هادو على هذا الشكل هذا. دابا كنوريكم غير بالليل كيفاش جاوا، وحده هكا طالعه وحده نازله. هادو اقتصاديين يعني كيطفاو مع كيطفاو مع فاش ما كيكون حد كيطفاو. بالنسبه للباركي كما كتشوفوا هنا، العماره كلها جات بالكري وبحال البرونز بحال القهوي بارد بحال هكا. الباركي بحال هاد الشكل، جا مزيج ما بين القهوي والكري كيف كتشوفوا عن قرب. ها هو فاش ما كاينش الضوء احسن كيبان اكثر. ها هو كيفاش جا، جاي يعني قريب لهذا اللون. وغادي تشوفوا معايا الموبيليا اللي غادي ندير كجلسه قدام، لانه هنا بلاصه كبيره كيف كتشوفوا شحال كبيره.
غادي تستغل كامله هاد البلاصه، غتجي جلسه غايجيو فيها ديكورات. غادي تدخل هاد الباب، دابا راه حتى شد الظلام كيف ما قلت لكم. ها هي هنا جا فيها الرخام بالكري. في الضو ان شاء الله غادي نوري لكم في اكثر. ها هي كيفاش جات الدخله. وهنا ملي ندخل، وهنا كيف ما كتشوفوا على الباب جا هذا اللي الكليسه مدخله مع الدار. وبالنهار مع هنا كله جاج، راه كيبين لبرا، كيبين هنايا لهاد الجرده. دابا حتى اش كيعكس، ما كتبان الجرده كيف ما كتشوفوا، ها هي كتبان هنا الجريده. هنا غادي تبان هاد الكاميليا اللي غنديرو، وفي الاخر كاع كيبان ليه البيسين. المهم هنا راه ما باينش الجاج، كلشي مازال غادي تنظف ان شاء الله. نجيبو شركه ديال التنظيف اللي غادي تنظفها من برا ومن الداخل، وغادي تبقى معايا نتوما في جميع المراحل ان شاء الله. وكيف ما شفتوا معايا ان شاء الله فاش غادي نضيفوا يعني شي حوايج اخرين، راه اكيد غادي نشاركها معكم. دابا شاركت معكم لانه جيت بالليل كيصايبوا في داك البارك دو جو، بارك صغير ورا يعني ما فيهش شي حاجه. ان شاء الله راه غنوري لكم بنهار يعني بالضو. غادي نعطيكم ايضا افكار يعني ديك الكاميليا، ديك البلاصه اللي غادي نديروا بالخشب اللي غادي نبقاو نشوف فيها، وجليسه في الجرده اللي وريتكم بلاصه ديالها باقا خاويه، ايضا الدخله ديال الدار. عطوني افكار في التعاليق، يعني حاولنا لقينا داك الباركي يعني واخا اوزيل شويه، زدنا الثمن يعني لانه سبيسيال ما كاينش بزاف، لانه جا مزيج ما بين الكري والقهوي، ماشي الناس بزاف كاع كيختاروه، لانه غير حنا جانا مع دوك الالوان اللي جاو في الدخله ديال الدار. كيف ما شفتوا كاين واحد القهوه، ما هو قهوي ما هو باج، واحد اللون باستيل زوين، وكاين الكري. داكشي علاش درنا ليه داك الباركي، ونقولوا ليه كيفاش جا. بالنسبه للدخله ديال الدار صراحه هي اللي مازال تالفه لانه كبيره، مازال ما عرفناش شنو نديرو فيها. واش جلسه بغينا نديرو فيها ديك الطبله ديال البيار، بغينا نديرو فيها يعني ما مدرسه كديال سترانج كبار، اعمده مودلات هكا ديال سترانج يكونوا كبار، باش لانه بلاصه كبيره يعني جات دخله كبيره، نستغلوها ونديروا لها هكا ديكور. عطوني ارائكم شنو يجي في ديك البلاصه. كيف ما قلت لكم ان شاء الله اون فوا غادي ندير شي جديد، راه غادي نشاركو معاكم. الفيديو ديال اليوم عطيت افكار للناس اللي باغيين يديروا بيسين، يعني هذا ماشي بيسين كبير عاوتاني، يعني عادي يعني صغير، هذا غادي بطبيعه الحال كيخدم غير في الصيف. شكرا بزاف على التعليق ديالكم، تلاقاو في الفيديو الجاي، بسلامه عليكم.